jam kosong apa buat? 30. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم حتى يقاتلوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى واتقوا الله واعلموا أن الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم ada panjang ya kalau ahli ashabus silah tak panjang ya. Kecuali qalun kita baca wajah panjang kita ada cerita lain pula jadi فإذا أمنتم فما استمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا رفث
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب يا سنتيسة بني يا ني أيها بني سمو بني Semula. Wattaquni ya ulil albab. Wattaquni ya ulil albab. Laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة سل بني إسرائيل سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Boleh perhatikan, sebab bawah pun tak ada beza-beza. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Terus فبعث الله Ibn Kathir, bahasa Allah. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم. Ibn Kathir dulu. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واو ويلا semua sekali. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله لا يهدي. والله يهدي. قول قول. والله يهدي من يشاء إلى صراط. ويلا. Kasih dah apa? Tadi wak wak kasih buat dah wak apa ibdal uwi uhi boleh cuba buat sekali. Wallahu yahdi man yasha'u ila 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 siratin mustaqim. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin ulasi sin kumbul. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Am hasibtumu أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. كده لا قل ما أنفقتم قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا gini lah, tak apa habis lah. Dia sebab walaupun dia al-waslu awla ke, kalau kita rasa penapas dia, apa habis lah, tak nak, entah macam laju tu, apa habis. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وشيتم لنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وهو
كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا bila duduk rapat-rapat gitu sambung jelah ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير مؤمن و
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا أنى شئتم dapat juga Abu Ja'far Syitum. Baca semula. Ukumu hartul lakumu fatu hartakumu anna syitum. Wa qaddimu li anfusikum wattakullaha wa'alamu annakum mulaquh. Wa bashiril mu'minin. وبشر المؤمنين ولا تجعلوا واتقوا الله واعلموا أنت وقف ثاني ملاقوه اوكي وقف نسكت ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. Ada asalnya. Teruskan. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الله من الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوالد أبو جعفر معك تدو، لا تضار والدة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده،
وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن قراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. Ya, idaliaan. Ya, situ dulu. Wala junaha. Wala junaha alaikum fi ma arattum bihi min. Dah. Kalun dulu. Kita tak kena di kalun. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء sebab bagi bawah bertemu dengan hamzah bagi hatta tashil pertama yau. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. Lalu masuk Abu Ja'far. Abu Ja'far pun sama juga. Ya juga. Lalu Musah ni tak boleh pun. Tak boleh pun tahulah. Dia apabila hamzah bagi bawah bertemu dengan hamzah bagi atas dalam dua kalimah. Dia tak buat merah ke? Jadi macam ada merah. Nah, itulah maksud dia. Dia tak tulis tapi tahulah. Atas merah tu ke dia buat di atas bulat tu ke? Dia bukan hamzah tu. Tu tanda tasih lah tu. Tanda tasih atau ibdal. Di sini bukan tasih tapi ibdal. Supaya berlaku. Tiga-tiga. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. Ya, gini. Ashabus silah. Dan lagi lah Abu Amru juga. Abu Amru, Abu Ashabus Silah, dia berapa lagi lah sebenarnya. Tentunya Abu Ashabus Silah, semua hamzah dengan hamzah bertemu, dia ada isu masalah tashil. Nah, cuma isu dia ada berbeza lah, sama ada dia buai ke, ataupun dia jadi tashil ke, jadi ibdal ke. Apabila hamzah dengan hamzah bertemu, dia akan jadi isu. Ada perkara.
Tak boleh jadi macam i'au ha. Tu kalau i'au ni hafsun belakang-belakang. Dia kira'at ni ke tu sunnah gini. Nafi' Ibn Kasir Ibn Kasir Nafi' Ibn Kasir Abu Amru ya yeah. Tu tiga pertama tu. Lepas tu Abu Ja'far ni belakang tapi sebenarnya dia masuk kumpulan ni juga. Dia tiga pertama ni apabila Hamzah bertemu dengan Hamzah dia tak jadi Hamzah sama gitu. Dia akan jadi apa? Dia jadi tashil ke, ibdal ke. Ha gitu. Dia i'au gitu jadi tahqiq gitu. Itu kira belakang-belakang. Seperti apa? Belakang susunan lah maksud dia. Seperti Asim, Hamzah. Dia tak ada tashil. Deh, era. Nah, kisai atau tasilah. Pak belakang-belakang bang. Belakang daripada tujuh tu lah. Nah, jadi kalau kita baca nafiq, kita akan mulakan dengan qalun. Qalun kan dia mula-mula sekali. Dia mesti ada lah. Cuma qalun dia bersepakat dengan Abu Ja'far ketika bagi hatah. An. Jadi dia tasil ma'al idkhal. An. Kalau Ibn Kasir dia tak ada idkhal, tasil saja. Kita bagi hatta. Okey. Teruskan. Alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'idunna sirran illa taqulu qawlan ma'rufa ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وَأَنْتَ عَفُوٌّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ويذرون أزواجا ada ke apa? Wasiatun. Cukup ya tak? Ya, beza dengan hafla. Teruskan. Fa in kharajna fala junah alaikum. Fa in kharajna fala junah alaikum. Fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فيضاعفه له أضعافا ويضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون Bazirlah. Pertama tu volume dengan udara, kemudian bazi, kemudian kumbul. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Okey. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Alam tara ila al-mala'i min bani ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الملأ من بني إذ قالوا له Bazi Ibn Qasir Iz qalu li nabiyyin lahum ub'ath lana malika. Okey, bawa ambil bujang asal. Alam tara ila alladhi min ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لهم
tak cukup pun dah tak boleh juga. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. Okey, entah masuk. Ada. Terima kasih ya, Bezara. Terima kasih ya. Taman Syaribah Min. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون
يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله تلك آيات ولكن الله ذو مسألة الله ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. لا قول هنا جزوء لا تهم قلت الله العظيم بس عنده موتع جامعين لأ أسبوع وقف جامعين السلام عليكم. انت يا سيد عدالي أسوأ كلها قبل يا